موجز إخباري جديد لأهم وآخر المستجدات المحلية والعالمية يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات خلال ساعات من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني. وقال المصدر أن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقباً أن اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة. وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا بخصوص موعد الامتحانات ومصير عودة الدراسة بالترم الثاني. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على البلاد، وذلك اعتباراً من غدا السبت، حيث يكون الطقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلاً على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، مما يؤدي إلى احتمالية اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وجنوب سيناء. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعاً بنحو 10 جنيهات، حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر 795 جنيها للجرام، وهبط سعر جرام الذهب من عيار 24 ليسجل 920 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 690 جنيها. وعالميا تراجعت أسعار المعدن الأصفر بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تشكل خطراً على اقتصاد روسيا. وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة نوفوزيتي الروسية: نحن مستعدون لقطع العلاقات في حال فرض عقوبات على بعض القطاعات التي تشكل خطراً على اقتصادنا. مضيفاً: لا نريد أن ننعزل عن الحياة العالمية، ولكن علينا أن نكون مستعدين لذلك، فإذا كنت تريد السلام عليك الاستعداد للحرب. جاء ذلك رداً على دعوات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية المعارض الروسي وطرد 3 دبلوماسيين أوروبيين من موسكو على خلفية مشاركتهم في مظاهرات غير مرخص بها. وإلى احتفالات القلعة الحمراء بإنجازها الجديد بكأس العالم للأندية، حيث سادت حالة من السعادة داخل النادي الأهلي بعد الفوز ببرونزية مونديال العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، واحتفلت أعضاء وجماهير النادي الأهلي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بالفوز وحصد الميدالية البرونزية. وقدم الفريق الأحمر عرضاً قوياً مساء أمس أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 3-2. وتعتبر هذه البرونزية هي الثانية في تاريخ مشاركات الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، يصبح أول ناد عربي وإفريقي يتمكن من بلوغ منصات التتويج العالمية في مناسبتين. كان هذا كل ما لدينا من أنباء، نشكركم على طيب المتابعة، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد.